بالفعل يعني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك توجيهات بانشاء سوق للسيارات جديده. هذا السوق يقع على طريق العين السخنه بالتقاطع مع محور محمد نجيب. هذا السوق يقع على مساحه 57 فدان، اي 240 الف متر مربع. بنتحدث عن ان هذا السوق يسعى لنحو 4000 سياره في هذا المكان الذي تواجد به هذا السوق. كان هناك مشكله كبيره جدا في الحي العاشر بمدينه نصر نتيجه وجود السوق القديم. كان هناك بعض التكدسات، هناك بعض الكثافات المريه التي كانت تسببها وقوف التجار والمشترين للسيارات. لذا كان هناك توجيه بالخروج الى المناطق الصحراويه والظهيره الصحراويه للقاهره لانشاء هذا السوق. هذا السوق ايضا يعني بها العديد من المميزات، ابرزها يمكن انشاء يمكن 9 مكاتب للنيابه وايضا 14 مكتب مرور، وهناك ايضا يمكن ايضا 9 مكاتب للتوثيق العقاري، توثيق يعني شهادات بيع السيارات، بالاضافه الى هناك 7 ورش لصيانه السيارات، وايضا بالاضافه الى عدد من المعارض والبنوك. إذن يعني يدخل المواطن من هذا السوق يقوم بدفع يعني تذكرة يمكن تصل قيمتها ل 50 جنيه لممارسة وأداء عمليات الشراء والبيع في يوم واحد وبشكل ميسر وآمن. كان هناك بعض عمليات النصب التي كانت تتم في السوق القديم نتيجة عدم وجود بعض الورش ومراكز الصيانة، لذا يعني حرصت الدولة على إدارة وجود هذه المراكز في هذا السوق الجديد لقيام المواطن بعد شراء سيارته أو خدمة ما بعد البيع الكشف عن السيارة وتحديد قيمتها السعرية وأيضا ما بها من عيوب. معي عينة من بعض المواطنين هيحدثون عن مميزات السوق الجديد وبعض المشكلات التي واجهتهم في السوق القديم. برحب بحضرتك الأول، كلمنا عن إيه المميزات اللي استفدت بيها من وجودك في هذا السوق؟ أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الوضع مختلف دلوقتي، بقى شكل منظم شوية، ما عادش فيه العشوائية بتاعت سوق مدينة نصر القديم. هنا بقى في شارع عقاري لو عايز تعمل توكيل العربية، في مركز صيانه برضه للكشف على العربيه بدل الموضوع كان عشوائي الاول في سوق السيارات والكلام ده. الموضوع بقى مختلف، هو بشكل منظم شويه والوضع محترم يعني. طب انا عارف ان كان في عمليات نصب بتتم لان كان السوق كان في مكان ما كانش فيه مراكز صيانه، ما كانش فيه معارض سيارات، فانت كنت ممكن تاخد العربيه وبعد كده يحصل فيها مشكله. دلوقتي ممكن تقدر تكشف على سيارتك؟ دلوقتي هنا في مكان للكشف عن السيارات، اللي انت عايز تشتري العربيه بتروح تكشف على العربيه، تاكد ان حالتها كويسه والكلام ده، وفي مركز برضه غسيل، في شهر عقاري، في نيابه عشان تطلع براءه ذمه، تاكد من ورق العربيه والكلام ده بدل القصص بتاعت زمان دي. ايضا معي احد المواطنين، كلمنا برضو على المميزات اللي انت استشعرت بيها منذ دخولك لهذا السوق. يعني انت في مكان جديد، كلمنا بقى عن المميزات ديت. في بنوك ممكن تسحب فلوس اللي انت عايز تعملها، ممكن تعمل اي شيء. كلمنا بقى على الاجراءات اللي بتتم على ارض الواقع. طبعا انا بحيي حضرتك وبقى هي اسره قناه النيل عشان هذا جه تنقل الصوره المشرفه اللي موجوده هنا دي لسوق السيارات. طبعا لو هنتكلم على مميزات وعيوب بين السوق القديم والسوق الجديد، لا طبعا هناك في فرق شاسع جدا لدرجه ان انا مش هقارن ده بده لان ده افضل بكتير من السوق القديم. طبعا هنا كل حاجه متوفره ليك من اول ما بتخش من الباب ده. معلش ان كنت بتدفع تذكره قيمتها 50 جنيه بس بتخش مكان يعني كل حاجه متاحه ليك هنا، مش محتاج حاجه من بره. طبعا بجانب بقى بعيد عن النصب والكلام من ده، الاول مثلا في السوق القديم كنت ممكن انزل معايا 3 4 عشان خاطر نازل اشتري عربيه او هبيع عربيه بسبب الفلوس. لا انت هنا بتيجي معاك شخص واحد، الدنيا تمام، في امن، لو ما تخش على البوابه في نظام، حد بينظم الطرق، كل حاجه موجوده. يعني مثلا مراكز الصيانه، الاول كنت ممكن اشتري عربيه هناك ومن غير الدنيا تمام من بره، بس العربيه فيها عيوب، في مشكله في العفشه، فيها خبطه من تحت. لا انت هنا بتخش في مركز صيانه بيفحص لك فحص شامل للعربيه، يعني حتى نور العربيه يبقى من ضمن الفحص. كل حاجه بتتم هنا بشكل دقيق ومميزات يعني جميلة جدا. طبعا ممكن تخلص العملية بتاعتك في يوم واحد، الشراء والكلام والترخيص او تطلع اي اوراق خاصة بالمرور او الشراء العقاري؟ يا باشا انا مش هستنى يوم، ده انا ممكن في ساعة اخلص الشراء وافحص العربية بتاعتي. في بنوك هنا موجودة، في شهر عقاري، في بكشف عن السيارة اللي انا شراء نفسها من حيث مثلا العربية دي فيها لها مشاكل او لها من المرور. لا كل حاجة انا متوفرة، انا مش محتاج حاجة اطلع بره، كل حاجة انا تمام وزي الفل. بشكر حضرتك جدا. يمكن احنا زي شايفين يعني كافه المواطنين يرغبون الحديث وذكر مميزات و يعني تعديد مميزات هذا السوق، لكن احنا بنتكلم على سوق يمكن هو مدينه متكامله للسيارات. مصر بتعتزم في الفتره القادمه ايضا يمكن عمل بعض مصانع للسيارات وتصدير السيارات للخارج على غرار بعض الدول، فيكون هذا السوق هو النواه لمدينه السيارات، وهو بالفعل ايضا مدينه متكامله للسيارات. ايضا محافظه القاهره قامت بتوفير بعض خطوط الاتوبيسات لنقل المواطنين
المواطنين من محافظة القاهرة إلى الظاهرة الصحراوية التي يتواجد به هذا السوق. يعني هذا الأمر أيضا سوف يسهل على يعني قدوم التجار وأيضا المواطنين الراغبين في عملية الشراء والبيع. أيضا السوق يتواجد على عدد من المحاور المرية الهامة، هو محور محمد نجيب وأيضا محور أو طريق العين السخنة وأيضا بالقرب من العاصمة الإدارية. إذا نتحدث عن مدينة متكاملة للسيارات سوف تكون لها شأن عالمي لا يقل عن الأسواق المتواجدة في كافة دول العالم. نعم أشرف مبارك مراسل أخبار النيل، كنت معنا من سوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة، أشكرك جزيل الشكر.